عند البي جي دي شنو هو؟ انه نهار تخدات القرارات اللي مسات حتى ذاك السميق الحقوقي اللي كان في المغرب وماشي هما اللي خداوها، تخدات من جهه اخرى. البي جي دي كان هنا لتبييض وجه ما يعتبره تحكما، تطرح سؤال شفوي على الرميد على معاد الحقد في الاعتقال ديالو الثالث، وهو يقول لهم معاد بالغوات ليس محصنا من المحاكمه، تعتقل علي انوزلا في محاكمة سوريالية دافعوا بلغة ملتبسة مع العلم أنهم ما جابوا خبار ماشي هما ما عندهم علاقة بالموضوع إلى آخره. نهار على سبيل المثال كتجي القضية مرتبطة بما هو اقتصادي، غادي ترجع مثلا للوعود الانتخابية ديالهم في 2011 تتلقاهم تيتكلموا على الضريبة على الثروة ومجموعة ديال الإجراءات اللي فيها الريحة ديال العدالة الاجتماعية اللي هزاتها 20 فبراير. ملي كتجي على مستوى تدبير الأمن الحكومي كتلقى أنه كاين إلاشتي، نوع من الحلول السهلة، فرعوا لك المواطنين البساط من خلال الهجوم على القدرة الشرائية وكذا 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 وكذا. كاع المجالات ملي كتجي لها تتلقى بأن هاد البي جي دي يتكلمون أو يأكلون توم الآخر، ياك وما عندهمش مشكل من ناحيه سياسيه انه يقول لك انا خويا، وقالها بن كيران بلغه دارجه بسيطه كيفهموها كاع المغاربه، الملك يقول لي ندير اي حاجه غادي نديرها. بالتالي البي جي دي اليوم ما فهمش واحد اللعيبه وهي اللي كيطرح فيها السؤال الدائم، تيقول القصر بالله عليك لماذا نقدم لك خدمه؟ نحن خدام التحكم بسند شعبي، علاش تتقلب على واحد اخر ما عندوش هذا السند الشعبي، ما عندوش البارشوك، وممكن في محاسبه ديال الناس غادي تولي محاسبه مباشره للقصر في تجاوز البام اللي هو ان فيترين ترونسبارونت. هذا هو البي جي دي اللي ما فاهمش دابا، تيقول مي ميرد جو سوي لا اون تران دو دوني تو سكيل فو دوني اون تران دو فير دي كونسنسوس، كندير كل شيء، كنتسنط، كنركع، كنحبو، كنباطح. علاش شنو؟ أنا اليوم تنخدمك وأنا اليوم معك وعطيتك جميع الضمانات وعطيتك جميع الإشارات، ولا تحتاج لدليل إضافي لكي تعتبرني عبدا أو بثقافة دار المخزن من خدام الأعتاب الشريفة. لكن لي رصيدي الشعبي 1,500,000 صوت، ما تنحركها لا بفلوس ولا بغيره، تنقدم جمعها في القاعة المغطاة في مولاي عبد الله كما دار بن كيران اليوم الصباح. علاش صاحبي تتمشي أنت تتقلب على الآخر؟ خدمتي رصيدها السند الشعبي، داكشي علاش تيتعاود تيسعروا في آخر المطاف يغيبون الحصيلة، لأن غادي تفرعوا مرة أي نقاش اقتصادي أو سياسي أو حقوقي علاقة بالبي جي دي، راه البي جي دي خاسرة فيه. ولكن عندما تحضر المظلومية في علاقة بتحكم البي جي دي لا تشكل نقيضا له، البي جي دي لا تفهم لماذا هذا التحكم يبحث عن حليف آخر غير الحليف ذو السند الشعبي.